المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في حلقة جديدة وفي جولة جديدة من جولاتنا اليومية في حديث الصحافة. البداية اليوم مع صحيفة يني شفق التركية، والتي نشرت مقالا بعنوان أردوغان رمز رابعة، إشارة قف للظلم في كافة أرجاء العالم. قالت فيه: أشار إلى أن المسألة المصرية أي أردوغان تخص الإنسانية جمعاء. قال رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان: إن سوريا تشهد مجازر يومية لا تقل في وحشيتها عن مذبحة كربلاء. وأضاف أردوغان خلال اليوم الأخير لمؤتمر حزب العدالة والتنمية الاستشاري في دورته 21 في أنقرة اليوم، أن كل منطقة من مناطق سوريا تعيش يوميا صورة مصغرة من مذبحة كربلاء، موضحا أن نظام الأسد لا يتورع عن إشاعة القتل والتعذيب بين المدنيين المطالبين بإسقاطه. وأكد أردوغان بأن بلاده ستظل تدافع عن حقوق المظلومين أينما كانوا، وبغض النظر عن معتقد صاحب الحق ودينه ولونه وعرقه، مشيرا إلى أن تركيا لن تقبل في أي وقت الحياد أمام الظلم والظالمين. وأشار أردوغان بإشارة رابعة بيده قائلا: ستظل هذه الإشارة علامة على رفض الظلم والقتل والمذابح، فهي صارت إشارة ضد الانقلابات في شتى بقاع العالم. وأضاف أردوغان أيضا أن إشارة رابعة تقول: كفى للظلم والاضطهاد، وقف للانقلابات في كافة أرجاء العالم، مشيرا إلى أن المسألة المصرية لا تقتصر على الإخوة المصريين فقط، وإنما تخص الإنسانية جمعاء. وتطرق أردوغان أيضا إلى سيدنا الحسين بن علي، فشدد على أنه يعد شخصية نموذجية، وأنه عبر استشهاده أعطانا دروسا هامة لا يمكن نسيانها على غرار حياته، وعلمنا أن الانحناء أمام الظلم يعد ذلا وعارا. ولفت أردوغان إلى أن كل من يستهدف المسلمين الأبرياء إنما يقف بصف يزيد بصورة قطعية وليس بصف سيدنا الحسين، مضيفا: نشعر بالألم نتيجة الكربلاءات الجديدة التي نشهدها اليوم بعد فاجعة كربلاء التي وقعت قبل 1374 عاما. صحيفة يني شفق أيضا أيها الإخوة نشرت مقالا تحت عنوان الغرب وزراعة المفاهيم والمصطلحات الخاطئة. قالت فيه: يبتعد الكاتب علي نور كوتلو عن متاهات السياسة وتشعباتها ليسلط الضوء على قضية المفاهيم والمصطلحات الجاهزة والتي تطبخ في الغرب وتتسرب إلى اللاوعي الجمعي لمجتمعاتنا الإسلامية من ثنايا تلك المتاهات والتشعبات. وفي بداية مقاله يحاول الكاتب أن يبين أهمية إدارة الرأي العام في المجتمع ودور الهندسة الاجتماعية في توجيه مجتمع معين إلى التطرف أو التناحر أو ضربه ببعض، وذلك من خلال زرع مفاهيم خاطئة فيه، والتي يعد الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي أهم أدواته. ثم يستهل الكاتب موضوع مقاله بالحديث عن المصطلحات والمفاهيم الجاهزة التي تأتينا من الغرب في ربط وإلحاق اسم الإسلام بالإرهاب، وذلك من خلال استخدامه لمصطلحات من قبيل الراديكالية الإسلامية، المتطرفون الدينيون، المتشددون الإسلاميون، الأصولية الدينية، القاعدة، السلفيون، الوهابيون، الجهاديون،
هذه المصطلحات التي يتم صناعتها في مراكز الأبحاث ومطابخ إدارة الرأي العام للمجتمعات في الغرب. ويسعى الكاتب من خلال مقاله إلى تبيين حجم الخطر في هذه المصطلحات إن تسربت إلى اللاوعي الجمعي للمجتمعات الإسلامية. ويوضح الكاتب أن الغرب يتقصد إثارة تلك المصطلحات في المجتمعات الإسلامية والإنسانية في الوقت الذي يمنع فيه انتشار أي مصطلح تلحق المسيحية مثلاً بالتطرف أو تسيء لمذهب من مذاهبه دون الآخر. ويضرب مثالاً على ذلك منظمة إيتا في إسبانيا والجيش الجمهوري الإيرلندي، واللذين أراقا الدماء في عقر دار أوروبا لسنوات عديدة، ولكن بالرغم من ذلك لم يطلق الغرب عليهم اسم المسيحيون المتطرفون أو الراديكاليون الكاثوليك. ويستغرب الكاتب بعد كل ذلك من استخدام المثقفين في العالم الإسلامي لتلك المصطلحات وأكلهم للطعم الذي رمي لهم من قبل الغرب. ويدعو الكاتب بعدها المجتمعات الإسلامية العودة إلى نفسها ومراجعة ذاتها، مذكرا بقول الله تعالى في القرآن الكريم: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. أعزائي المشاهدين، موقع أخبار العالم الإلكتروني نشر مقالا بعنوان: جسر جوي عراقي لنقل الأسلحة من إيران إلى سوريا. بينما كان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يحمل ملفات الحرب على الإرهاب إلى واشنطن، واجهه مضيفوه بوثائق تشكل تهماً لوزير النقل العراقي هادي العامري بتسيير جسر جوي من الأسلحة الإيرانية إلى النظام السوري لدعمه في الحرب الدائرة هناك، إضافة إلى الانتقادات التي وجهها أعضاء في الكونغرس الأمريكي للمالكي بأنه يحكم العراق بتحيز طائفي. واجهته جهات أمنية بملف متكامل يدين وزير النقل العراقي وقائد فيلق بدر هادي العامري. ويعتبر التقرير أن العامري من الشخصيات المركزية في تشغيل الجسر الجوي بين طهران ودمشق، وذلك بهدف دعم نظام الأسد وإبقاء بشار الأسد في الحكم. ووفق التقرير أيضاً، فإن عملية نقل الأسلحة والذخيرة تتم عن طريق الأجواء العراقية دون انقطاع، إذ تخلع الطائرات من طهران وتهبط في سوريا في مسعى إيراني إلى الحفاظ على قاعدتها الاستراتيجية سوريا بأي ثمن. ويلعب هادي العامري بوصفه وزيرا للنقل والحليف القوي لإيران في العراق دورا محوريا في تأمين الممر الجوي لشركات الطيران الإيرانية التي تتجه إلى سوريا عبر أجواء العراق. ومن بين هذه الشركات ماهان إير وإيران إير، ومن أجل إبعاد الشبهات عن طائرات شحن الأسلحة والذخيرة يتم التنسيق لإجبار طائرات أخرى للهبوط في العراق للتفتيش وغض الطرف عن طائرات التسليح. وبهذه الطريقة يتم الادعاء من قبل حكومة المالكي بأن الطائرات الإيرانية المتوجهة إلى سوريا عبر العراق تحمل مساعدات إنسانية لا غير، كما اتهمت الإدارة الأمريكية العامري بتأمين المرور الحر للطائرات الإيرانية فوق الأجواء العراقية. صحيفة إيلات نشرت تحت عنوان: الجربة يطالب بإعلان إيران دولة محتلة لسوريا، قالت فيه: دعا أحمد الجربة لاعتبار إيران دولة محتلة لسوريا وإعلان حزب الله منظمة إرهابية، كما اتهم بعض الحكومات بأنها ترفع بيمينها رايات المقاومة وتمضي بيسراها على ذبح السوريين.
طالب أحمد الجربة رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أمام الاجتماع الطارئ لمجلس الجامعة العربية مساء الأحد بإعلان إيران دولة محتلة لسوريا ومطالبتها بسحب حرسها الثوري ومرتزقتها من الأراضي السورية قبل السير بمقاطعتها. فيما تواصلت نقاشات الوزراء العرب للتوافق على البيان الختامي وسط ما اعتبره بعض الوزراء تصعيدا من الائتلاف السوري وتقديم سقف مرتفع من المطالب لا تستطيع الجامعة العربية تلبيتها، إلا أن الائتلاف رأى أنه تبنى مطالب الشعب السوري. وقال الجربة: نطالب بإعلان ميليشيا حزب الله المنتحل صفة لبناني وميليشيات أبو الفضل العباس القادمة من العراق منظمات إرهابية كونها تمارس عدوانا على دولة عربية مؤسسة في جامعة الدول العربية، وترتكب تلك المنظمات عمليات تطهير طائفي معلنة وموثقة. وقال أمام الوزراء العرب: لا بد من وضع الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي أمام مسؤولياتها، وذلك عبر تشكيل وفد عربي يرفع هذه القرارات ويطالب بتبنيها دوليا كون سوريا بلدا عضوا في الأمم المتحدة ويتعرض لاحتلال سافر. كما شدد على تأمين مظلة عربية للمعارضة السورية لحضور جنيف 2 تتكامل مع الدور التركي لما في ذلك من ضمانة لنا وللشعب السوري، لكن وفق المعطيات السابقة. جريدة أوراق الشام والصادرة في مدينة ريف دمشق نشرت مقالا تحت عنوان في الحديث عما قبل جنيف 2، قالت فيه: كثر الحديث في الآونة الأخيرة عن الذهاب إلى جنيف 2 وأهمية ذلك من عدمه. السوريون يريدون حلا لما يمرون به، ولكن لأن السوريين خبروا على مدى سنتين ونصف حجم الخذلان ممن ادعوا أنهم مناصرون لهم سواء من محيطهم العربي أو الغربي، وكذلك الإحباط الذي أصاب كثيرين بسبب أداء الائتلاف الوطني والذي عول عليه كثيرا عند تأسيسه وخاصة فيما يتعلق بتحقيق مطالب الثورة، فالراعي الرسمي لهذه المفاوضات هو الولايات المتحدة والتي طالما اعتبرت نفسها مناصرة للمظلومين في سوريا، والتي قالت قبل أكثر من سنة ونصف أنه يجب على الأسد أن يرحل، ثم لم تفعل أي شيء لتحقيق ذلك. والأمر لم يكن أفضل حالا بالنسبة للعرب الذين لم يوفوا بأقل المنتظر منهم، فحتى بالأمور الإنسانية لم ينجزوا ما كان متوقعا منهم، فاللاجئون السوريون يعيشون في مخيمات اللجوء العربي أسوأ أوضاعهم. وختمت المقالة بالقول: أما داخليا فلم يكن الحال أفضل، فالائتلاف الذي استبشر السوريون بهم الخير ورحبوا بتأسيسه على أمل أن يعمل بصدق على حمل هم الثورة والثوار كان نسخة مطابقة للمجلس الوطني في المضمون وبيروقراطية العمل وانتشار الفساد والمحسوبيات ما وضع معنويات الثوار والرأي العام في وضع حرج جعل منهم محبطين من كل سياسي يعمل في الثورة. أما جريدة حبر والتي تصدر من مدينة حلب فقد نشرت مقالا لغيث ياقوت المرجان تحت عنوان في حلب الثورة الكل يشتكي والشكوى لغير الله مذلة. قال الكاتب: بعد سنة ونيف من دخول الكتائب المقاتلة لمدينة حلب، الكل في مدينة حلب في زمن الثورة يشكو من قلة الحال ومن قلة الزاد وقلة الدعم والداعمين وضعف الذخيرة والإغاثة والمجاهدين والمكافحين والصادقين والمناضلين. أصبح الكل في مدينة حلب في زمن الثورة يخاف من أن يفقد تاريخه النضالي الثوري الكفاحي، ويخاف من أن ينسى الناس عمله وشجاعته وإقدامه وبطولاته، وأن تنتصر الثورة
ويصبح على قارعة الطرقات وفي مهب الرياح، ولا يتذكره فلان ولا علتان بشكر وامتنان وعرفان. وختم الكاتب بالقول: عند مرورك في مدينة حلب في زمن الثورة ذات الحدود المفتوحة من تركيا الشقيقة إلى لبنان الصديقة، ترى الكل يشكي ويبكي، والكل يبحث عن الداعمين والدولارات والألافات والملايين والمرسيدسات والموتورات، ويتبادر لبالك سؤال خفيف نظيف: هل الإمكانيات المتواضعة التي تمتلكها الثورة حاليا أقل أم أكثر من ناحية الكم والنوع من الإمكانيات أمام المظاهرات أيام المظاهرات السلمية التي أقامت الدنيا ولم تقعدها؟ أم أن الثورة والثوار تعودوا على الشكوى والطلب بحق وبدون حق وبسبب وبدون سبب من القاصي والداني من يلي بسوى وما بسوى؟ في حلب الثورة الكل يشكي ويبكي والشكوى لغير الله مذلة. أعزائي المشاهدين، بهذه المقالة نصل اليوم إلى ختام جولتنا في حديث الصحافة، إلى جولات أخرى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.